هاي البنات شوفوا هذا سي بولاك ها الشيف لوط شوف مزيانة هذيك السي بقات لي البارح هاي البيتزا والتمر هادو راهم طوندونس هادو التمرية هادو يحطو فيهم التمر تاعنا شريتهم هادو شوية رخاص كاين لي غلا منهم وهاي الشربة لي درت شربة شربة خريف الله الله هاي شوف كيفاش جات هاي تقيلة جات الله الله عندنا الحليب نشوفو بيه وها هو شهيتكم في الجنة وصح فطوركم صح فطور الجميع وبسلام عليكم وما تنساوش اللايكات ودعموا القناة وهكذا ناخذ افكار من بعضنا بعض ها شويه البنات كبا تاخذوا افكار على البوريك على الديور هادو شوفوا البيتزا كيف جات تجي هايلة هايلة جربوها راهو وشوفوا البوريك واش ندير له شوفوا البطاطا البطاطا نطيبها في المرقة تاع هذا الشيفلو تاخذوا افكار ما طيبيهاش في الماء والملح طيبوها في المرقة تاع هذه باه تجي بنينة وزدت لها زدت لها الثوم هذا عندي الثوم ليفا حبة بيض شوية زيتون وكان عندي شوية زدر دجاج طايب قال لي من الجواز زدتو لهنا وحبة بيض ونخلط مليح ونديرو في الديور تاعنا هاو تجي هايل هكذا تاخذوا افكار ها شوف البيتزا تاعنا راني نكمل وراكم معانا سبقي في هذا الشغل تحليته راكم معانا شوفوا الروتين تاع نهار الثالث من رمضان واش درنا تاخذوا واحد ياخذ افكار هاي البنات شوفوا مرحبا بكم شوفوا كما تكون بخير اليوم نهار الثالث تاع تاع رمضان قلت ان نشارككم واش درت اليوم فطور تاع رمضان شوف درت ميني بيتزا شوف اللي تحب الوصفه تاع ميني بيتزا هذا شوف ولا جنايتي باسم الفاينه جي هايله ها هي اللي تحب الوصفه تكتب في الكومنتير شوف